هل أنت غير قادرة على إيجاد أم بديلة لحمل طفلك؟ هل تشعرين بالقلق من مضاعفات الولادة؟ لا تقلق بعد اليوم، لأن إكتولايف هو الحل الأفضل. تتحول أفلام الخيال العلمي شيئا فشيئا إلى حقيقة بمرور الزمن، ففي واحدة من أغرب الأشياء التي لم نراها إلا في الخيال ستحدث في المستقبل القريب، خاصة بعد تغريدة إيلون ماسك بشأن مخاوفه من انقراض البشر، حيث غرد قائلا: يجب أن نكون أكثر قلقا بشأن الانهيار السكاني، فإذا لم يكن هناك عدد كافي للأرض فلن يكون هناك بالتأكيد ما يكفي للمريخ. جعلت تغريدة إيلون ماسك حول انخفاض معدل الموالد في العالم في مقدمة الوعي الاجتماعي، كما راجعت عدة دول سياساتها بخصوص الموضوع. فمنذ ما يقارب قرن من الزمن أصبحت معدلات الخصوبة تتناقص على المستوى العالمي بشكل تدريجي، يصف العلماء هذه الظاهرة بأزمة عقم عالمية. لكن هناك حل يلوح في الأفق، وهي الأرحام الاصطناعية. فقبل أن نتعمق في هذا الموضوع، لا تنسى أن تشترك وتفعل الجرس، بشرط أن يكون المحتوى قد نال رضاك. لنبدأ. بدأت الفكرة عام 2017 حين ابتكر فريق من العلماء في مستشفى الأطفال بمدينة فيلادلفيا رحما اصطناعيا اسمه بيوباك، استطاعوا من خلاله تنمية 8 من أجنة الحملان. وبالفعل قام العلماء بمراقبة الحملان داخل الرحم الاصطناعي، وبعد مرور 4 أشهر من المراقبة لاحظ العلماء نضج دماغ الحمل، كما نما الصوف ويمكنها أن يتحرك ويفتح عينيه. بدأت صحة الحملان داخل الرحم الاصطناعي مثل صحة الحملان في نفس العمر الذي تمت ولادتهم بشكل طبيعي، وهذا ما يحاول هاشم الغيلي تطبيقه على البشر. فقد أظهر في فيديو نشره مؤخرا فكرة منشأة الأرحام الاصطناعية وأطلق عليها اسم إكتولايف. مهلا، هاشم الغيلي هو يمني مقيم في برلين بألمانيا، وهو عالم التكنولوجيا الحيوية الجزئية ومراسل علمي ومنتج ومخرج، اشتهر برسوماته البيانية وفيديوهاته حول الإنجازات العلمية. فيرى هاشم الغيلي أن إكتولايف لا بد أن تحل محل الولادة التقليدية يوما ما، سواء كانت ولادة قيصرية أو ولادة طبيعية، ويسعى أيضا إلى تلبية رغبة جميع الآباء في إنجاب الأطفال، خاصة الآباء الذين يعانون من العقم أو انخفاض في عدد الحيوانات المنوية. فحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 15% من الأزواج في سن الإنجاب يعانون من العقم، وعلى مدار 70 عاما الماضية انخفض معدل الخصوبة بنسبة 50%، وهناك العديد من البلدان التي دقت نقص الخطر مثل اليابان، أمريكا، الصين، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، والقائمة طويلة. فكيف تعمل منشأة إكتولايف؟ تبدأ العملية بالحصول على بويضة ناضجة من مبيض الأم وتلقيحها في المختبر بحيوانة الأب المنوية بطريقة مماثلة للتلقيح الصناعي، وبدلا من زراعة البويضة الملقحة في رحم الأم تزرع في الرحم الاصطناعي الذي يؤمن جميع الظروف المواتية لنمو الجنين التي يؤمنها الرحم الطبيعي. تساعد هذه الطريقة على اختيار أجنة متفوقة وراثيا وخالية من العيوب الخلقية التي تكون عادة عرضة للإجهاض أو مصابة بأمراض وراثية مثل مرض فقر الدم المنجلي، الهيموفيليا، ومرض التفول والسكري، والعديد من الأمراض الوراثية. بالإضافة إلى ذلك يمكن زرع جين مرغوب فيه في البويضة الملقحة، وذلك باستخدام أداة تحرير الجينات، أي أنه أصبح بإمكانك التحكم في سمات الجنين، أي بوصف أدق أصبح بإمكانك التحكم في لون الشعر ولون العين وكذلك البشرة. وأكثر من كل هذا أنه أصبح بإمكانك التحكم في نسبة الذكاء، أي القدرات العقلية للجنين، بالإضافة إلى القوة البدنية والبنية الجسمانية. وهذا هو الجانب المظلم لهذه التكنولوجيا التي ستستخدمها بعض الدول لصناعة جنود بصفة خاصة. وهذا ما حدث في أواخر 2020 حين اتهمت المخابرات الأمريكية الحكومة الصينية بالتلاعب بالجينات لصناعة جنود لا يعرفون معنى طعم الألم ولا يعرفون معنى الظروف القاسية، وأيضا عدم شعورهم بالخوف أو الرحمة. وهذا ما ستسعى إليه الدول الكبرى لاستغلاله لجعل جيوشها لا تقهر. مهلا، لنعود إلى موضوع حلقتنا. فقد يتساءل بعضكم أو جلكم عن الكيفية التي سيتم تغذية بها الأجنة داخل الأرحام الاصطناعية. فحسب هاشم الغيلي يوجد في المنشأة مفاعلان حيويان يحتوي إحداهما على المغذيات والأكسجين والهرمونات وعوامل النمو والأجسام المضادة التي توجد عادة في السائل الأمنيوسي
والتي يمكن إيصالها للطفل عبر حبل سري صناعي يتم عبره تغذية كل جنين وفق احتياجاته. أما المفاعل الحيوي الآخر فيحتوي على الفضلات التي يطرحها الجنين حيث يتم تحويلها إلى مغذيات يعاد الاستفادة منها. وكل هذه العملية تجري تحت مراقبة نظام الذكاء الاصطناعي الذي يراقب أيضا نمو الطفل وسمته الجسدية ويبلغ عن أي تشوهات محتملة أو مشكلات كتلك التي تحدث خلال فترة الحمل الطبيعي. وأكثر من كل هذا فهو يراقب أيضا العلامات الحيوية للطفل، خاصة ضغط الدم، معدل ضربات القلب، التنفس ونسبة الأكسجين. حتى الآن كل شيء جيد وعلى ما يرام، لكن كيف ستشعر الأم بجنينها وهو داخل آلة؟ أو بالأحرى كيف سيعيش الآباء تجربة الحمل وكيف ستتم تغذية أجنتهم؟ في كل رحم اصطناعي توجد كاميرا تصور الجنين على مدار الساعة دون توقف، وتزود الآباء بصورة 360 درجة عبر تطبيق مخصص على الهاتف لمراقبة نموه على مدار اليوم. ليس هذا فقط، بل يمكن للآباء أيضا سماع صوت الجنين في أي وقت، كما يمكنهم رؤيته عبر نظارات الواقع الافتراضي، وكذلك الجنين يمكنه سماع صوت والديه عبر مكبرات الصوت. لكن كانت الأم تشعر بركلة جنينها وهو داخل رحمها، فكيف ستشعر بنفس الشعور والجنين داخل الرحم الاصطناعي؟ دعني أخبرك أن حتى مع الأرحام الاصطناعية يمكنها أن تعيش نفس التجربة، بل باستطاعتها مشاركة هذا الشعور مع أفراد العائلة والأصدقاء، وذلك عبر سترة خاصة للشعور بالجنين وركلاته داخل الرحم الاصطناعي. وحينما ينضج الجنين نضجا تاما ويحين موعد ولادته، ما عليهم سوى الضغط على الزر لتصريف السائل الأمنيوسي وفتح الرحم الاصطناعي، ومرحبا بالمولود الجديد. وبعدها تجري المنشأة تحليل الأضئين للجنين ومقارنته مع أضئين الأبوين قبل مغادرته المنشأة. حسنا، هل إكتولايف موجودة في الواقع؟ يعتقد الغيلي أن تطبيق إكتولايف على أرض الواقع لا يحتاج إلا لسنوات قليلة، لأن جميع التقنيات المستخدمة فيها متوفرة حاليا، وخاصة تكنولوجيا الواقع الافتراضي المباشر وأنظمة المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي. والمطلوب فقط جمع كل هذه التقنيات ووضعها في مكان واحد وهو إكتولايف. بالإضافة إلى ذلك يمكن للأبوين الحصول على نظام الرحم الاصطناعي في المنزل ومراقبة طفلهما عن قرب. فإذا كانت تصريحات الغيلي صحيحة، فما عليكم يا أصدقاء سوى الاستعداد لعالم جديد، سواء أعجبكم ذلك أو لا. فما رأيكم في هذه التقنية الجديدة؟ وكانت هذه نهاية الفيديو، ودمتم سالمين.